لكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم بحلقه جديده من حلقات روما شو كل سنه وانتم طيبين طيبين رمضان كريم ويعود عليكم الايام بخير ان شاء الله حقيقة حلقتنا النهارده مبهجه ومميزه جدا هنتكلم فيها عن كل حاجه بتخص ميك اب العروسه من الالف للياء كمان هنعرف العروسه بتبقى محتاجه ايه او بتح بتحتاج تحضر ايه قبل ما بتبتدي يعني تيجي يوم فرحة اكيد الموضوع ده يهم كل بنت وكل بنت بالاخص مقبله على الجواز وطبعا يوم الفرح ده اهم يوم في حياه اي بنت فعشان تظهر بيه بشكل مميز وبلوك مميز بتحتاج ميك اب ارتست بعيون فنان يعني بتبقى محتاجه حد فاهم كويس جدا ازاي يبرز جمالها في يوم مهم زي ده وعشان كده النهارده احنا بنرحب بضيفتنا استاذه نوره حلمي صاحبه بيوتي سنتر الرماس اهلا بك يا نوره كل سنه وانتي طيبة انت... الحمد لله بخير كل سنه وانتي طيبه وبخير رمضان كريم عليك ان شاء الله طيبة آه نوره طبعا احنا زي ما قلنا في الانترو ان احنا هنتكلم النهارده عن كل حاجه تخص ميك اب العروسه من الالف للياء خلينا نتكلم في البدايه آه انه يعني العروسه لما بتكلمك تقول لك والله يا مدام نوره انا مثلا عايزه احلز لفرحي آه بس بتبقى متوتره مش عارفه تبتدي منين هتعمل ايه آه انت بتتعاملي معاها ازاي؟ بتبتدي معاها ازاي؟ اول ما بتيجي عايزه تحجز الفرح مثلا بشوف مثلا هي عايزه ايه حابه تعمل لوكات ايه الاول بتعرف على بشرتها البشره دي هتناسب اللوكات اللي هي مخترها مثلا لان ساعات الاقي العروسه جايه جايبه لي لوك ممكن ما يكونش يناسب بشرتها خالص مش مناسبها يعني مش ماشي مع عينيها مش ماشي مع هذا من بالقبل كتير طبعا اه أو يعني هي ممكن عايزة تطلع باللوك ده عادي انا يعني باخدها واحده واحده بالراحه بتفاهم معاها طب انا رايي كذا طب انا معايا لوكات احسن من دي تناسب أوه. بشرتك تناسب شكل الوش والعيون وكل تفاصيل ملامحها ايوه تمي... لحد ما بتقتنع باللوك مثلا اللي انا شايفاه صح ولو في... هي جايبه لي حاجه برده صح انا عادي ممكن اشتغل بيها يعني لو لو هي جايبه لو جايبه حاجه تناسبها اه اه ممكن اشتغل بيها خلاص لو هي بقى جايبه لوك مش كويس انا بحاول ان انا اقنعها بالصح بفهمها الصح فين وانت برده بتتكلمي معاها بس في الميك ولا ممكن تتكلمي معاها في الشعر في ال لو هي محجبة في شكل الحجاب، الدرس نفسه، الأكسسوار، بتتكلمي معاه في كل الحاجات كل دي؟ كل التفاصيل، جميل. كل التفاصيل بتخص العروسة من البداية للنهاية لو هي محجبة في طريقة الحجاب اللي تليق على بشرتها على وشها لو هي بشعرها برضو اللي هيليق بش... على, ش... على شكلها برضو كل التفاصيل بنتكلم فيها آه بس في الأخر بحاول أن أنا أقنعها بالحاجة المناسبة ليها الأنسب ليها أكيد. الأنسب ليها اللي هي تبقي طالعة في الأخر الفينش في الأخر حلو اكيد آه بس لازم أن أنا أبقي معاها خطوة بخطوة ده في البداية. طبعا اكيد علشان برضه انت بتبقي يعني فاهمه منها لو بشرتها أكتر. فيها مشاكل بتعرف على نوع بشرتها الاول محتاجه علاج مثلا بنصحها طب انا ]ها. انا برضه يعني اسمحي لي اقول لك في النقطه دي فعلا في بنات بتيجي للميك اب ارتست بتبقى فاكره انه مثلا الميك اب ده سحر أيوة كل حاجه هو عالج. <تصفيق> فبيبقى <تصفيق> في فبيبقى فيه حالات شديده قوي بيبقى فيه مثلا حفر ندبات بقع أيوة. انت بتتعاملي معاها ازاي وهل يعني للامانه بتوهميها ان الميك اب مثلا هيبقى خلاص هيخلي بشرتك مثلا صافيه وما فيهاش اي حاجه وهيقدر يعالج كل ده ولا بتتعاملي معاها ازاي هو الميك اب مش علاج يعني أكيد. ده هي في بنات فاهمه اني خلاص راح ميك اب ارتست انا عندي مثلاً. رايحه للميك اب ارتست آه فتعمل حاجه يعني وهداري كل تفاهات بشرتي آه. الميك اب مش بنعالج بيه احنا بنداري بيه على قد ما بنقدر عيوب البشره إيه لو بنظهر بيه برده جمال البشره يعني لو في حالات شديده مثلا إيه إيه مش هتقدر يعني الميك اب مش هيبقى هو الحل أوه. الامثل ليها ممكن انصحها تروح لدكتور لو أوه. هي م. مثلا في حبوب شديده هالات شديدة بشرتها ان هي محتاجة بقول بنصحها ان هي تروح لدكتور تتعالج يزبط تزبط دي. الدنيا معايا الاول بعدين لو حاجات بسيطة اب بيقدريها حالات بسيطه حاجات خفيفه كل ده بيروح في الميك اب احنا بنعرف بالميكب اب نداري ده كله بس ما تجيش مثلا عروسه تقول لي مثلا عندي حبوب كتير في بشرتي لازم تعالج ده الاول أكيد. لازم تاخد مضادات وتتعامل هي على حسب نوع بشرتها والدكتور بيكتب لها على ان هي عليك. مثلا قبلها بشهر ان هي تعالج بشرتها لو انا عندي حاجه مناسبه ليها يعني آه. عروس أيوة أنت يوم انت ما تجيش يعني اه برضه في عرايس بتفاجئنا بقى يوم الفرح مثلا يوم الفرح بشرتك كده وتقولي لي الميك اب او كده الميك اب بيظهر جمال بيداري حاجات بسيطه هلا لكن مش, مش علاج الميك اب مش, علاج. مش, حاجة مش معنى ميك اب ارتست نوع علاج مثلا ان انا هروح اداري بيه مثلا تعويره في بشرتي او حبايه كبيره يعني انت عايزه تقولي ان الميك اب ارتست مش بتعمل سحر يعني هي لا. بتساعدك تطلعي احلى جمال شوق. البشره أو احلى لوك لكن مش هتقدر ان هي تعالج لك الحاجات القويه لا تمام طب برضو انصحيهم لو مثلا في بنت مش في مقدرتها ان هي تروح لدكتور او ما عندهاش وقت او مثلا خلاص يعني الفرح قرب ومحتاجين نعمل حاجات بسيطه كده في, في البيت مقدرتها ايه اه يعني قادره انك انت تعالجي وفعلا بشرتك محتاجه ماشي تمام لو آه مثلا قادر... ممكن تعمل حاجات طبيعيه في البيت طبيعية. ايه للحالات مثلا دي اكتر طبعا حاجه بتوجهنا كلنا اه كلنا في الخيار والزبادي بنصحها انها تعملوا حاجات طبيعيه او ماسكات طبيعيه في البيت أنا بديها ماسكات تناسب بشرتها، بتعامل مع كل بشرة مثلا دي محتاجة بشرتها دهنية، بديها ماسكات تتناسب مع بشرتها، بشرتها جافة. تمتص الدهون دي يعني شوية. اه تمتص الدهون، بديها حاجة البشرة الجافة، بتعامل أنا معاها ب... يعني بتعرف على نوع بشرتها هي محتاجة إيه، وعلى حسب مقدرتها بوجهها، يعني أه أكيد يعني مش تروحي لدكتور؟ أوه. هتروحي، مش مقدرتك أنا بديها بقى ماسكات طبيعية، بفهمها تعمل إيه، بديها ماسكات من بس انت يعني ما شاء الله بتتعاملي معاها يعني كاخت كمان مش مجرد شغلانه يعني ايوه طبعا, أيوة يعني. طبعًا مش شغل. مش اللي هو بفرض رايي برده في الميك اب انك انت لا انا عايزه اعمل لك ده لا انا باخدها خطوه خطوه بالراحه لا حقيقه نوره سمعتك سابقاكي فعلا في اه في, في الميك طب انا معايا اتصال تليفوني اهلا بك يا امل الو صباح الخير صباح النور كل سنه وانت طيبه وانت طيبه ازيك يا ريم الحمد لله بخير ايه اخبارك تمام الحمد لله كنت حابه اشكر مدام نوره بصراحه انا اول ما شفتها التلفزيون بصراحه فرحت جدا. حبيبتي تستاهل أه. كل خير حقيقي يعني. ربنا يخليكي بجد يعني من الناس المحترمه اللي انا اتعاملت معاهم. آه اليوم فرح أه أنت... كنت متوتره جدا وهي طمنتني بصراحه وكانت حد ذوق جدا بجد. عملتي عندها الميك اب بتاع فرحك. اه عملت الميك اب بتاع فرحي من تقريبا ست شهور قريب أو جد... يعني اه بجد كنت يعني متوترة وكنت خايفة اني اطلع بلوك مش لطيف لكن بصراحة فضلت تطمني و... والميك اب كان حاجة هادية جدا وكانت جميلة وبجد يعني كان يوم مميز بالنسبة لي فعلا يعني هو ده العادي بصراحة من مدام نورة يعني كل المتابعين بتوع بيشكروا جدا فيها متشكرة جدا ليكي يا امل ميرسي جدا ليكي ربنا يخليكي شكرا ليكي رأي عرايسك يعني هم حبوا بصراحه يعملوا مداخلات علشان تشكرك على الهوى لما عرفوا ان انت هتبقي ضيفه معانا النهارده بشكرك والله يا مدام امل نورتيني واكيد كنت منوراني اما كنت عندي وبشكرك والله على تدخل حضرتك آه تمام بقى نكمل آه في زي ما قلنا الهالات الحاجات اللي بتخص البشره وفيها مشاكل وعيوب طب ما تيجي برضو كده نعرف المشاهدين والبنات ازاي تقدري تعملي روتين لنفسك قبل الفرح خلينا نتكلم برضو بالتفصيل يعني احنا أوه. عندنا اكتر من نوع روتين عندنا أيوه. روتين شهري اسبوعي يومي ثلاث انواع من الروتين تمام قولي لي بقى اشرحي لي برده البنت هتعمل ايه في الروتين ده وهتقدر ازاي تتعامل مع بشرتها قبل الفرح عشان طبعا تطلع لك في احسن شكل احنا عندنا ثلاث انواع من الروتين اللي هي المفروض اصلا كلنا ان احنا بنمشي عليها عشان نحافظ مش على بس بشرتنا بس لا عشان نحافظ على نضاره بشرتنا وجمال بشرتنا فاحنا بنمشي على الروتين ده على طول في الروتين اليومي اللي هو غسول على حسب نوع بشرتها تغسل بشرتها بيه كل يوم ان هي تعمل ترطيب لبشرتها ده ده اكيد ده روتين طيب يومي طب نوره يعني لو بشره دهنيه أيوة. برضو هتحتاج ترتيب ولا في معلومه دايما يعني البنات بتقولها لا ما انا كده كده بشرتي مليانه دهون يعني لا. ليه ارطب لا كل بشره وليها نوع مرطب ليها مرطب اقل شويه بشره دهنيه عشان ما يحتاجش مرطب قوي هي يعني هي دهون كده كده فما ندهاش مرطب قوي أو. في البشره الجافه بيبقى المرطب بتاعها قوي كل نوع بشره وليه المرطب بتاعه حاجة مناسبه ليها بتاع بتاع ما ينفعش انا بتبقى بشرتي دهنيه على طول واروح اجيب لها مرطب قوي, قوي. لان ده هيخلي البشره على طول تفرز دهون معايا ولو حاطه ميك يعني مش هتحكم في المشكله لا انا أيوة. هزودها اكتر هتزودها اكتر مش بكتر الترتيب بالذات في البشره الدهنيه اكيد حتى لو انا شغاله ميك اب وبشره دهنيه قوي انا مش مش مرتب كتير يعني بشوف برضو الاماكن الدهنيه فين ببعد عنها بالترتيب نهائي ما بحطش عليها ترطيب او حاجه او نسبه خفيفه زي ما قلت يعني آه لو هنرطب حاجه بسيطه اه ان آه هي آه بس تقبل معايا الفاونديشن وتخلي, وتخلي اللوك الفينش حلو في الاخر معايا آه معانا الروتين اليومي اللي هو الغسول على حسب نوع بشرتها وبعدها آه ان هي هتعمل الترطيب برضو على حسب نوع بشرتها لو محت... التونر ده بي عندنا بيسدلنا المسام انا بحب تنظيف البشره بيه جدا لان ده بيسد مسام البشره يعني بي... بيقلل من الـ الـ الحجم الواسعة الوسعه بيقلل المسام بيسدد المسام, المسام معايا وبينظف البشره بيخليها خاليه تماما من اي شوائب, شوائب عليها كده بيخلي البشره جميله جدا في روتين اسبوعي ان هي تعمل اسكراب كل اسبوع للبشره سواء هتجيبه وده يفيدها في ايه السكراب او المقشر؟ السكراب ده هو مقشر للبشره بيقشر البشره بيجدد الخلايا اللي هي الميته في البشره الجلد الميت بيشيل كل الشوائب اللي في البشره وبيدينا بشره مكيه ونظيف السكراب ده اسبوعيا جميل جدا للبشره لو هي حابه تعمله في البيت طبيعي او ان هي بتشتريه على حسب نوع بشرتها ده اسبوعيا برده ده روتين اسبوعي ان يخلي البشره احسن شويه برضه هو كل ما طبعا البشره تكون نظيفه اللوك هيظهر احلى ايوه وبعد ما مثلا هنعمل مقشر هتبتدي تعمل مسكوت. اي ماسكات ولا لا ماسكات ماسكات طبيعيه او ماسكات اللي هي تناسب برضه نوع بشرتها أو. لان مش كل بشره بتاخد عندنا ماسكات كتير نفسي بتبقى داخلها حليب ونسبه دهون دي ما عنها تماما البشره الدهنيه ما ينفعش تبقى بشرتي دهنيه واروح أ... اجيب ماسك فيه حليب مم. لاني بلاقي بنات كتير جدا الحبوب بتزيد يا بنتي طب إنتي حطيتي ايه في بشرتك؟ ليه؟ حاجه فيها داخله او حليب اه ماسك حلو قوي ومع ذلك <applause> <applause> طب بتستعملي يعني ماسك كله دهون مم. يعني حليب كله دهون يعني زودت لك المشكله اكتر زودت المشكله مم. فهي في بنات بتبقى عايزه تحط ماسكات وخلاص فانا لا أكيد. انا اشوف نوع بشرتي محتاج لايه اكيد مش اي ماسك ان انا احطه في بشرتي طب انا فعلا انا عجبني كلمة قلتيها حلوة قوي أو جملة حلوة اللي هو في بنات بتحب تحط ماسكات كتير أيوة طب يعني أنا كتر الاهتمام الزايد ده أو كتر الماسكات دي مش ممكن تهلك البشرة. البشرة؟ بتهلك البشرة يعني تدي نتيجة لا بتهلك العكس. البشرة وممكن بتستخدمي ماسك مش مناسب لبشرتك فده بيزود الحبوب بيزود مشاكل بشرتك فمش بكتر الماسكات ومش على طول برضو ان احنا نهلك في بشرتنا ان يكفي اللي هو روتينك الغسول بتاعك المرتب بتاعك اللي هو اليومي انك انتي اسبوعيا اعمل انت اسبوعيا اعملي سكراب انا معايا اتصال تليفوني تفضل استاذه تفضل. مها اتفضلي حبايبي كتير بقوا متابعينك <applause> <applause> اهلا بيكي يا استاذه مها اهلا بحضرتك اهلا بيكي حبيبتي كل سنه وانت طيبه كل سنه وانت طيبين انت طيبه وبخير يا حبيبي اتفضلي حابه تقولي ايه حابه تستفسري عن حاجه ولا تتكلمي مع مدام نوره انا كنت عروسه مع مدام نوره ولما عرفت ان هي طالعه على حبيت اشكرها اه اسمعينا من من التليفون يا مدام ما. حبيتي تشكريها عشان كنت عروسه عندها بقالك قد ايه مثلا انا كنت عروسه عندها في شهر اثنين اه مش من بعيد برضه <applause> طب ايه ايه اخبار الميك اب بتاعك يعني اتعاملت معاكي ازاي اللوك كان ثابت مثلا الماتيريال كانت كويسه يعني احكي لنا تجربتك كده ايه ما شاء الله بجد الماتيريال بتاعتها كلها اوريجينال وبجد المعامله معاها مريحه جدا انا ما كنتش حاسه باي ايه حاجه واي ضغط اي ضغط بجد بجد ربنا يوفقها حبيبتي ربنا يوفقك يا رب تحبي تقولي مدامها والله من ذوقك انت كنت انا افتكرتك يعني انت كنت عسل جدا وكلك ذوق ومن الناس اللي هم بيسيبوا لك نفسهم يعني, مش, يعني اللي مش اللي هو اه انا عايزه ده وعايزه ده هي ما تدخلتش اصلا في الميك اب قالت لي اعملي اللي انت عايزاه فهي كانت زي القمر بصراحه وهي اصلا زي القمر بشكرك قوي ربنا يسعدها ان شاء الله جدا يا رب آه طبعا يعني شوفي فعلا بتفرق جدا لما يكون التعامل بتاعك كويس اسلوبك راقي طريقتك ذوق بتفرق قوي مع آه بتفرق. البنت شوفي كلهم بيتكلموا في نقطه معينه اللي هو انا مكنتش كنتش متوتره انا اتغلبت على ده لما هي ابتدت تكلمني تقول لي ده احلى انا مش بتعامل مع العروسه اللي هو يعني هو ده رايي وهو ده شغلي وانا فاهمه وانا عارفه بتحبي تريحيها برضو وتقول لها بالصح مم. يعني مش اللي هو انا بمشي عليكي او هتعملي كذا عشان هي تبقى مقتنعه صغل. يعني انا لازم اوصل لها المعلومه طب طب شوفي اللوك دوت احسن طب شوفي معرفش ايه ان هي تبقى مقتنعه باللي بتعمله او سيبيني انا بقى هعملك على ذوقي يعني مثلا لو زي مدار آه. كمان كده كمان في الاول وفي الاخر انت مش هتغامري بسمعتك يعني أيوة. اكيد اه عايزه تطلعي في احسن من و... شغل صح في احسن لوك اكيد اكيد آه لا والله ده حقيقي باين من كل الاتصالات اللي جات لنا طب احنا كنا بنتكلم طبعا برده في البشره وقلنا ان كتر الماسكات بتهلك البشره. أوه. طيب انت برده وقفتي عند حته التقشير، طيب هنأ هل ينفع كل يوم اعمل تقشير لبشرتي لا ولا لا لا برده هيديني نتيجه عكسيه؟ لا لا طبعا نتيجه عكسيه يعني يكتفي مره في الاسبوع اسبوعيا السكراب اللي هو التقشير اسبوعيا حلو جدا عشان مم. كتر التقشير ده بيشيل اصلا طبقات من البشره اللي هو يعني خلاص البشره فيها خلايا ميته وجلد ميت ومع كده فالتقشير بيساعد على ده فمش كل يوم هنروح نشيل طبقه من بشرتنا ونعمل تقشير هيبقى في بشره لان أصلاً البشره دي حساسه جدا فإسبوعين كفايه اسبوعين كفايه اه للتقشير طب احنا برضو معانا صور آه على الهواء وعايزينك تعلقنا عليها لشغلك طبعا يعني أوه. حاجه ما شاء الله يعني اللوك ده كان لوك يناسب ايه يعني عروسه ولا سواري ولا ايه بالظبط ده يناسب سواري سوري. سواري ده سواري اه اللوك ده هي اللي كانت طالباه على فكره بس هو كان مناسب جدا مع بشرتها لا هو ولايق جدا وعجبني جدا انا يعني حسيت ان هو حاسه عيونها جذابه اكتر يعني اه جميل جدا فعلا وطبعا عايزه اقول لك انه طريقتك وتكنيكك في الشغل تحفه جدا جدا تسلامي. حقيقي يعني تسلمي والله و... وغير كده احنا بنبقى محتاجين ميك اب ارتست فاهمه بروفيشنال مش مجرد حد اه اللو... يعني اه مش مجرد حد اللي هو بيعمل ميك اب وخلاص لا اه رايك وعلمك ودراستك كل ده بياثر طبعا على اه اليوم المهم ده بالنسبه للعروسه طب احنا لسه برضو بنتكلم على البشره واتكلمنا عن كل خطوات الروتين اللي البنت هتقدر تعملها عايزين نعرف بقى خلاص احنا ظبطنا بشرتنا وهيئناها وعملنا كل حاجه كويسه تخلي اللوك هيبقى شكله كويس والفنش حلو ايه الخطوات قبل ما بتبتدي تحطي اي براش في الوش او اي فرشه بتبتدي بيها الميك اب ايه الخطوات اللي انت بتعمليها او لو انا بنت خارجه مثلا مناسبه او هعمل اي ميك اب لنفسي هعملها تمام قبل ما ابتدي شغل في الميك اب آه لازم انضف البشره الاول يعني طبعا ما شاء الله عرايسك يعني وشعر انت برضه احنا هنتكلم في, في الشعر انا عايزاكي اوه, أوه فرق رهيب طبعا يعني هي ما شاء الله حلوه إيه من جميلة. قبل ومن بعد بس آه يعني بتلعبي قوي على الملامح يعني الاسمر آه بتلعبي جدا على الملامح يعني ايوه شوفي آه برضه بلاحظ في في ستايل الميك اب بتاعك انت عند بدأتي في الكونتور وغيرتي ملامح آه آه البشره يعني خلاص انت غيرتي اللوك كله لا والعيون العيون جذابه جدا حقيقي يعني اللون السموكي بيبقى جميل بس <applause> مش بيناسب مع اي حد يعني مثلا هو لو انا جيت اقول انا عايزه اه انا عايزه اعمل لوك السموكي او اللوكات الغامقه او القويه او الحاجات الخليجي دي اللي هي فعلا بتجذب قوي الانتباه أيوه. اي حد تقدري تعملي له اللوك ده ولا في مثلا بتعمليه في عيون إيه؟ تقبل اللوك ده وعيون لا يعني ما جيش على عين ضيقه جدا وصغننه واروح اديها سموكي واسمر في عينيها لا انت محتاجه م... ايه الانسب ليها محتاجه تعملي ليه لها ايه اكتر اللي هو المناسب مع عينيها الانسب لشكلها ولعينيها لازم اتعرف اشوف الموديل الشغل قدامي الاول يعني سواء موديل او عروسه آه موديل او عروسه او شغل شفي... اي حاجه لازم اشوف الشغل قدامي انت عيونك كيمشي معاه ايه عيونك يمشي معاه لوك ايه لا، عندنا اكتر لوك من ال... من العيون دي برده عامله السموكي اه يعني برضو لا انا ملاحظه جدا ان هو الـ الـ العيون العيون بتبقى جذابه جدا هي العيون اصلا مركزه جدا هي على هي الميك اب اول ما عينك بتقع بتقع على العين هو آه اللي هي اللي بتجذب فعلا هي, هي اللي بتجذب, اللي بتجذب. ي... تمام احنا زي ما كنا بنتكلم قلنا في خطوات هنبدا بيها قبل ما نحط الميك اب احنا خلاص هيأنا البشره اي آه. عيوب عالجناها وظبطناها شويه لكن عايزين بقي نعرف انا هبتدي احط ميك اب او حضرتك بتبتدي في شغلك تحطي ميك اب بحط علي طول خطوه الفاونديشن ولا في حاجات طبعاً. بعملها الاول وخطوات تانيه لا لازم طبعاً. انضف بشرتها الاول من اي شوائب في البشره بستخدم تونر مثلا لبشرتها بشوف المرتب المناسب لنوع بشرتها يعني علي حسب نوع بشرتها بحط لها المرتب لازم تحط برايمر عشان الفونديشن يثبت معايا لازم نجهز البشره الاول ونهيئها للشغل قبل ان احنا نحط عشان يديكي فينش حلو قوي في الاخر يعني ما مش هينفع اجي احط فونديشن على طول لازم البشره تكون مهيئه الاول ومترطبه كويس واخده برايمر متظبطه ان هي احط الفونديشن هيقبل معايا هيديني فينش شكله حلو في الاخر هيطلع لي اللوك حلو اكيد فالخطوات دي مهمه جدا جدا أيوة قبل طبعاً. ما تبتدي تعملي لازم البانديشن. اجهز البشره قبل ما ابتدي ان انا اشتغل فيها اجهز البشره الاول طب إنتي من وجهه نظرك بتشوفي ايه اشهر الاخطاء او اكتر اخطاء البنات بتقع فيها وهي عامله الميكب يعني إنتي بتشوفي ايه اللي بيبقى مش مقبول لو انا شفته في الشارع او في العروسه مثلا كتقييمك ليها لو عامله ميكب بتشوفي ايه اكتر حاجه مش هتنفع معاها ومش مناسبه ليها والمفروض تبتعد عنها او تتجنبها ايه اكتر حاجه بقى بتبقى لافته نظرك في الموضوع ده ان هي بتاخد الوانات مش ماشيه معاها مش مناسبه لون بشرتها واخده فونديشن يعني مثلا درجه غامقه عن بشرتها مغمقة نفسها قوي جدا او درجة فاتحة مش ماشية معاها ما هو بصي ده يعني ده غلط وده غلط ال أيوة. الوسط او الحاجة المظبوطة هو الأصح ان هي تاخد لون بشرتها أغمق درجة عن بشرتها تبقى واخدة درجات فاونديشن كويسة لبشرتها رسمة عين ماشية مع عينيها ما يجيش ان انا اديها رسمة رسمة مثلا ممكن لو أوه. لو عيونها واسعة بتضيقها اكتر أو, أو, او العكس مثلا أه يعني بتبيني ديفوهاتها مش بتظهري أيوة. جمالها ايوة صح ان انا بظهر جمال العروسة فما ما جيش ان انا ألاقي عروسة مثلا مش ماشي معاها اللوك خالص وان هي لي حاجة مش مناسبة مع بشرتها او بتطلع بلوك تاني خالص ممكن تكون عروسة حلوة قوي وتلاقيها عملت لوك خلى بوظ الدنيا اه يعني ملامحها في الاول بتبقى حلوه بتبقى و... جميله والعروسه جميله وممكن تروح تعمل لوك تلاقيها واحده ثانيه خالص يعني ملامحها متغيره للاوحش يعني للاوحش للاوحش لان هي مش عامله حاجه مناسبه مع بشرتها مش واخده لوك مناسب مع عينيها مش واخده مش واخده كل حاجه مناسبه ليها صح لازم يعني البشره بتاخد كل حاجه صح خطوة خطوة كونتور صح ان هو يظهر لي جمالها ويبرز لي جمال بشرتها لوك مناسب لعينيها الحجاب ماشي مع بشرتها ازاي فدي الحاجات أكيد. اللي بتقابلنا في العرب اكيد طب برضو انا كان جاي لي سؤال من المتابعين على البيج بتاعتنا كان في بنت بتقول ازاي اختار درجه فاونديشن يعني بما ان حضرتك بتتكلمي طبعا في الجزئيه دي في بنات مش بتبقى حافظه كل ارقام الفاونديشن أيوة. يعني مش عارفه انا مثلا من كل فاونديشن من كل نوع اه احفظ رقمه ايه أحص... رقم فانا اديني طريقه بسيطه وسهله ان انا اقدر اشوف الدرجه دي ماشيه معايا ولا هتبقى مثلا مش لايقه ليا هي درجه الفاونديشن بتبان ان هي اغمق من درجه اغمق من لون بشرتها درجه يعني ما اجيبش لون بشرتي ان هي غامقه عن لون بشرتي درجه يعني ممكن تحطها بس هنا كده فده بتشوفها مناسبه لون بشرتها ولا لا ده بيظهر لها درجه الفونديشن لبشرتها ان هي تكون اغمق درجه من لون بشرتها بس اغمق درجه برضو في متابعه تانية بتسال اذا مثلا انا خارجه وفي عز الحر طبعا احنا داخلين على الصيف, الصيف. والسيزون موسم التزاوج بقى <applause> ربنا يسعد كل الناس فداخلين على اعياد والصيف وده اكتر اعتقد اكتر سيزون بيبقى فيه الافراح ايوه في الصيف فعايزين نعرف برضو طبعا الحر وال, وال... ولما بيبقى الميك مثلا يسيح او كده ازاي هنتعامل معاه مشكلتنا كلنا يعني أيوه. برضو لو عروسه ولو بنت خارجه عادي يعني حاطه لوك بسيط او حاجه او رايحه مناسبه مش مثلا جايبه ميك اب ارتست تعمل لها لوك هي رايحه مناسبه وعايزه تعرف ازاي اقدر اثبت الميك اب بتاعي ده لاطول وقت ممكن فبتنصحيها بايه لان ده سؤال طبعا بنت سالته على البيت اه هي قبل الميك لازم ان هي تكون مسام بشرتها مسدوده جدا ان هي مثلا لازم يعني ما تبقى ضيقه ما تبقاش المسامات واسعه أيوة عشان ما تفرسي دهون معايا وتسيح الفونديشن بتاعي في اللوك يعني حتى برضو يعني كل حاجة مرتبطة بالبشرة يعني كل حاجة مرتبطة بالبشرة أنا لو مجهزة البشرة صح للميك اب خلاص ما فيش أي مشاكل يعني انا قفلت المسام اديتها الترطيب كل حاجه عملتها جهزت البشره هيأتها للميك خلاص كده استعملت ماتيريال كويس اوريجينال ده برده ما بيسيحش معايا الميكب وبيبقى كويس جدا اكيد الفاونديشن من... هيبقى ثابت اكتر اكيد هيبقى ثابت اكتر ان أه هي تمشي مثلا تلجا على مسام بشرتها لو هي خارجه او هتعمل ميكب لنفسها عايزه تتحكم في مسام بشرتها ان الميكب ما يسيحش معاها التلج بيساعد جدا على قفل مسام البشره وبيخلي بشرتها برضو ان تبقى كويسه الميك ما يسحش معاها أه ما تكترش في الفونديشن على بشرتها بالذات في الصيف يعني خلاص خدت الكفر اللي يعني الـ هو اصلا اه بتبقى مش محتاجه آه تحطي كل الطبقات وتحطي كذا طبقه كفايه كفر اديتيه ان هو يناسب بشرتك خلاص ممكن تستعمل مثلا البي بي او الحاجات اللي آه البسيطه البي بي الماج جميل جدا والكفر بتاعه حلو قوي بس ان هي تستخدم حاجه تكون اوريجينال ما تجيبش ماركه مثلا هاي كوبي وتحطها على بشرتها ممكن مثلا تبقى في مش في مقدرتها ان هي تشتري حاجه عاليه قوي فممكن تكتفي بحاجه أو بسيطه حاجة يعني حاجه مره بسيطة اللي هو هتداري البشره البسيطه دي هتديها نضاره بس ان هي ما تحطش طبقات فاونديشن وطبعا لو اهتميتي ببشرتك مش هتحتاجي تحطي منكه ولا اي حاجه خالص احنا بس هنطلع فاصل قصير ونرجع تاني استنونا رجعنا يعني لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع خبيره التجميل نوره حلمي وطبعا معانا الموديل الجميله منا ومحضرها النهارده نوره قبل الهوا وهتتكلم معانا على اللوك ده بخصوص طبعا ميك اب الافراح الخاص بالصيف السنه دي اهلا بيك يا منا كل سنه وأنتي طيبه نوره طبعا انت حضرتي قبل الهوا أوه. منا وعملت لها حاجات بسيطه جدا سامبل قوي يعني ما شاء الله أوه. أوه. وطلع شكلها جدا اصلا اه يعني انت مش عامله لها لوك قوي الوانات أوه. كتيره ولا لوكات قويه اللي طالع السنه دي اللي هي لوكات السمبل اللي انا اه كنت حابه اكلمك فعلا في ده ايه ايه الجديد في ميك اب العرايس يعني احنا زمان كنا نشوف اكتر الحاجات اللي سموكي الحاجات الخليجي اللوكات القويه ف... زي اللوكات اللي انت شفتيها اه زي اللوكات اللي انت عاملاها بحيث ان انت متنوعه في لوكاتك جدا مش الوان كتير الوان هاديه الوانات النوت اللي طالعه الكشميرات, الكشميرات، أو, او الحاجات اللي هي السيمبل جدا اللي طالعه السنه دي مش اللي هي اللوكات بقى الاوفر او اللي اللي الحاجه القويه قوي أو. اللي... لا السنه دي كله اللوكات السيمبل حلوه جدا مع البشره بالذات في الصيف اللوكات السيمبل مناسبه اكتر اه يعني لان طبعا الصيف والحر وال والبهدله بتاعة بتاعت السيف مش مش بتبقى متطلبه أحسن. اه مش متطلبه مش متطلبه لوك قوي يعني او ميك كتير بتدي العروسه لوك شكل, شكل, كويس جدا وفينش حلو في الاخر اه انت هنا برضو يا يا نوره عايزه اكلمك في حاجه مهمه جدا هل شكل الحواجب بتفرق مع الميك اب ولا ممكن اقصر الحاجب اطوله وما تفرقش انا اللي بختار لا بتفرق معانا الحاجب بيغير شكل اللوك تماما فلازم الحاجب بيمشي مع اللوك برضو مع رسمه عينيها انا بظبط الحاجب مع رسمه عينيها يناسبها الحاجب قصير طويل اه انت بتاخدي له يعني ليه مقاسات محدده مش أيوة. بيتعامل بشكل عشوائي اكيد لا. اكيد آه طيب يا منى برضو يعني ما شاء الله هي بشرتها خمري كده الدرجه اللي أيوه. احنا يعني بنعشقها وبنروح نعمل لها تاني مخصوص فانت ما شاء الله لاحظه ان انت مش مفتحه عن بشرتها لا يعني انت اخترتي الدرجه دي برضو بناء هي مناسبه لبشرتها آه. عشان هي بشرتها اصلا خمري مش البشره اللي هي الفاتحه عايزه اقول لك يا ريم انت لو اديتي بشره غامقه فاونديشن فاتح بتقلب, بتقلب بلون بعد أوه. ساعتين بلون ازرق آه. بتقلب بزرقان يعني العروسه ما تفرحش ان هي دخلت ان هي سمره وحطت وطلعت بيضه آه. جدا ده كلهم لازم ده بعد ساعتين <applause> بيقلب بزرقان لاني مش واخده لون بشرتها لازم تاخدي لون البشره صح اكيد طبعا آه وبرده انا ملاحظه قوي انه الروج آه انت حاطاه مش مات حاطاه آه ده طالع موضه السنه دي بس انا برده هحط لها مات عشان نشوف برضو اه لو يعني لو شفنا ده طالع موضه في الصيف السنه دي بس انا هحط لها المط برضو عشان علشان نبقى شايفين اكتر من لك ولو بنت مش هتقول لك مثلا لا انا مش حابه او ينفع اصلا يعني كل الشفايف تاخد اللون الشمر عادي ولا في شفايف معينه طالع الالوان اللي الروجات اللي هي النوت دي جميله جدا السنه دي طالع اه الوانات المط فدي بتفرق معانا برضه تمام وانت برضو انا عايزه اكلمك في حاجه مهمه جدا بما ان يعني ميك اب العيون او العيون هي اكتر حاجه بتبرز اللوك ايوه آه ايه الجديد بقى يعني ايه اللوكات اللي طالعه معاكي جديده آه كونها ان هي سيمبل وهتبرز جمالها بتعتمدي على ايه اكيد في تركات معينه في العيون بتعمليها تبرز جمال العين بما انها سيمبل جدا هي اللوكات السيمبل اللوكات الهاديه الكشميرات في الالوان يعني انت بتلعبي على, على الوان على الالوان الالوان هي م. اللي بتظهر لي جمال العين على حسب عينيها واللوك اللي انا عاملاه بس انا بلعب في العين بالالوان لا وانا ملاحظه ما شاء الله كمان يعني الدريس شيك جدا جدا ده برضو موجود عندك في الاتيليه ده, ده انا عندي في البيوتي سنتر انا عندي اتيليه اتيليه وبيوتي و... سنتر اه بيوتي سنتر لا كامل فهي العروسه بتدخل مش محتاجه حاجه هي كل حاجه موجوده عندك الميك اب والشعر ما بيبقاش ناقصها اي حاجه لا ما شاء الله شكله شيك قوي وفعلا انت عندك حق ان كل حاجه بتبقى مرتبطه بالميك اب أيوة، كل كلهم مرتبطين ببعض عشان تطلع في احسن لوك صح تمام طب انا برضو في حاجه مهمه جدا جدا عايزه اكلمك فيها الاكسسوارات الخاصه بالشعر اه يعني انا كعروسه ايه الانسب ليا تاج هيربيس ولا بتتعاملي ازاي يعني انت العروسه هي بتحدد على حسب اللوك لا على حسب اللوك اللي انا عاملاه لها عامله لها لوك مثلا اللي هي الالوانات اللوك مثلا اوفر شويه والواناته كده قويه اه يعني ملفت قويه قوي. وملفت فانا بهدي في الاستراس اللي هي حاطاه على شعرها او على الحجاب اللي هي حاطاه ما تحطيش استراسات إيه. كتير اه يعني سمبل معايا وهادي جدا ممكن اظهر الاستراس ان هي يبقى ليها برضو دخله تانية والاستراسات برضو بتدي مظهر حلو قوي للعروسه فعلى حسب اللوك اللي انا لها بختار الاستراس اللي تحطه سواء على شعرها او على الحجاب يعني اصلا كان زمان الدارج جدا ان العروسه بدون تاج دي مش عروسه <applause> 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 آه، لازم تلبس تاج <applause> <applause> اه يعني لو هتحط لها غير بيس لا برضه هتلبس تاج <applause> لا بيس بيبقى شيك جدا وحلو على اكتر من التاج اه على حسب برضه انت قلتي الدريس ليه عامل شكل الحجاب الطرحه كمان يعني انت برضه بتختاري معاها الطرحه اذا كانت قصيره أيوة. او طويله إيه الحاجات دي بتفرق برضو ولا إيه الطرحة عموما يعني ممكن في عروسة تختار بقى اللي هي عايزاه انا نفسي ان انا البس طرحه طويله ولفها على اه يعني حابه الديزاين ده جدا مش مشكله دي مش هتغير معايا شكل اللوك او مش هتغير معايا حاجه من العروسه فانا عادي طالما انت نفسك في ده هعملهولك <applause> 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 يعني عشان تبقى برضو مبسوطه اكيد ده يوم فرحه حابه ان هي تظهر بلوك معين انا برضه عايزه اتكلم في نقطه مهمه جدا بما ان عروستنا الموديل الجميله مننا النهارده هي غير محجبه بس نتكلم برضه عن المحجبات يعني انا بلاحظ حاجه بجد بتكون مستفزه شويه في لوك المحجبات في كتير قوي من المحجبات بتعمل لوك يبقى قوي مش متناسب خالص مع شكل الحجاب الوانه جريئه شويه وفي العكس في العكس في بنات بتعمل لوكات سامبل قوي لدرجه انه برضو مش ظاهر جمالها يعني هي عامله حاجه بسيطه جدا أيوة. بس مش ظاهر جمالها طب إحنا, احنا ازاي نحل المعادله دي ازاي نعمل لوك يتماشى لان طبعا القواعد هنا بتختلف تماما يعني البنت أيوة. المحجبه آه ما عندهاش اي عناصر جذب غير الوش هو اكتر حاجه في المقدمه بتجذب آه اللي بيبص ليها لكن العروسه اللي مش محجبه عندها الشعر آه بيجذب ممكن يلفت الانتباه شويه عن الميكب لكن طبعا زي ما قلنا في الحجاب القواعد مختلفة ازاي بقى نحل المعادلة دي او الموازنة دي إيه لنا كده برضو شوية نصايح للمحجبات يا مدام نورة انا ما بفضلش اللوكات اللي هي المقفرة قوي في الحجاب انت محجبة وحجابك ابيض يعني لابسه حجاب ابيض وكده بفضل ان اللوك يكون سيمبل قوي يتناسب مع الحجاب يتناسب مع الحجاب وهيظهر برضو جمالك مش بكتر الطبقات الميك اب والالوانات اه حضرتك بتشتغلي اشرحي لان أوه. ممكن تلاقي العروسه مثلا لابسه الحجاب ابيض وحاطه لوكات اوفر جدا فوق عينيها حتى طبقات فونديشن كتير فده بيلاحوس لك الحجاب بيدي مظهر مش كويس يعني يخلي الحجاب بتاعها شكله مش نظيف يعني ممكن الاطراف بتاعه الحجاب تتبهدل كل ما كان اللوك سيمبل معاكي وهادي جدا على فكره ده لوك سيمبل جدا يتناسب مع العروسه المحجبه اه يعني يمشي الاتنين. أصلاً يمشي يمشي معتمد ده يمشي الاثنين اصلا انت معتمده في اللوك ويمشي اه ويمشي محجبه هو اللوك احنا عاملينه للمشاهدين يعني آه يشوفوا اه يعني آه. ممكن كمان بنات عاديه تعمل هو يعني اللوك سامبل مش قوي قوي اه ان هو يمشي ممكن يمشي سهره سواريه عروسه تكون محجبه فهو بيمشي بيناسب كذا حاجه معينه اكيد طبعا احنا زي ما قلنا عايزين نتكلم في كل حاجه اتكلمنا فيما يخص البنت اللي مش محجبه واتكلمنا برضو عن الحجاب طب انا برضو عايزه أقولك حاجه في بعض العرايس بتختار لوكات بتديها سن اكبر ايوه ده حقيقي فعلا يعني أيوة انا المفروض بعمل ميك عشان سن يكون أضغر. جمالك بالضبط واظهر جمالي مش عشان انا سني يبقى شكله اكبر ايوه فانت في الحاله دي يعني بتعتمدي على ايه في الكونتور الكونتور بيحدد لي ملامح البشره بيصغر لي ملامح بيخفي تفاهات في البشره وعيوب في البشره بيظهر جمال في البشره انا بعتمد على الكونتور الهايلايتر الاماكن المضيئه اللي انا عايزه اظهرها في البشره الاماكن اللي انا عايزه اخفيها في بقى لو انت استخدمتي كونتور غلط فده ممكن يديكي سن اكبر اه أنا ما استخدمتوش صح يعني في الاماكن اللي مش مخصصه لي يعني أيوة. ممكن تستخدميه بشكل سن اكبر بيدي شكل مش كويس خالص للوك معاكي في الايه اكيد احنا كده خلصنا محتاجه حاجه كنت غير كنت محتاجه منديل بس بس خلاص منديل اتفضلي تسلمي <applause> يا ريم والله اتفضلي منديل تعبك معي لا ولا يهمك تفضلي آه هو طبعا انت دلوقتي بتفنشي العيون أوه. آه انا ملاحظه برضو حاجه يعني ما شاء الله برضو غيرتي التكنيك اللي كان دارج اللي هو آه الايلاينر يعني ممكن نستغنى عنه حاليا لا في بنت تقول لك مثلا ايه ما عندهاش ما جفن ما عندهاش جفن اصلا ايوه مش شرط يعني جفن إن أنا إن أنا ما جداً. مفيش جفن زي كده عندها أكيد. جفن بسيط جدا اكيد لو هاجي احط لها اي عريض خلاص انا ضيعت جفن عينيها وقفلت عينيها اكتر اكيد مش شرط ان انا بعتمد على الآيلينر انا ممكن احطه اداري بالرموش كتحديد بس, أه بس اداري خط الرموش, الرموش عشان ما يبقاش باين مش إن انا اظهره بس مش شرط ان انا اجيب الاي من اول العين لاخرها لان أكيد. ده ممكن لو عين زي كده ممكن الاي لاينر يبوظها يعني يضيع جمالها اصلا يعني ما عندهاش جفون واسعه طب يا مدام نورة برده عايزين نشوف شكل الروج انت تقريبا خلاص فنشت العين اه خلاص علشان اه انت عملتي بقى الحركه الجميله دي إن اللي هو بتغمقي من اخر أوه. العين بتدي داير رهيب قوي يعني للعين وبتديني وسع للعين برضو رهيب بصراحه اختلف تماما كل خطوه بتعمليها بتدي الجمال للبنت بصراحه يعني, في يعني يعني مدام ان هي صح دي بتظهر معاكي الجمال اكتر يعني انا والله محتاجين حلوة حلقات كتير يعني عشان <applause> نقدر ان احنا نعلم البنات <applause> ونفيدهم طبعا بخبرتك الجميله أنا بس حالكي. انا عايزه بقى تفنشي لي تحطي لي التاج والروج ازاي هنقلبه مات علشان طبعا وقت الحلقه <applause> طب خلاص بصي فوق هنحط هنا انت برضو بتفنشي تحت العين اه بتديها ضي بس عشان بص بص الوقت اه عشان الوقت فعملتي حاجه اه حاجه بسيطه وحاجه سيمبل فا خلاص احنا برضو ممكن نخلي الروج زي ما هو يعني شامر كده انا حاساه الطف كتير وغير كده موضه زي ما حضرتك قلتي فخليه يعني شامر مفيش اي مشكله بس ممكن نحط لها التاج والطرحه علشان نوري بس الناس اللوك النهائي قبل ما نختم تمام يا جميله ما شاء الله يعني روعه يعني وسريعه جدا ما شاء الله يعني انت عملت لها حاجات جميله كده لمسات سريعه في وقت مش طويل تمام فممكن نحط التاج نشوف بيه finish او الفاينل لوك للعروسه يعني ما شاء الله كل خطوه بتفرق جدا احنا ما ممكن, ممكن اه مش مش هنثبت بيه قوي بس عايزين نشوف الشكل بتاعه يعني حقيقي روعه جدا جدا آه شكرا يا أستاذة نورة آه. يعني بجد آه أنت نورتينا وشرفتينا أنا وحقيقي أنا اللي استمتعت جدا بالحلقة ويعني نفسي بجد إن إحنا نعمل حلقات تانية ونتكلم على اللوكات أكتر ون ونشوف برضو ستايلات مختلفة من الميكب نورتيني وشرفتيني انا والله اتشرفت في آه النهارده ومن الموديل الجميلة. الجميله مننا طبعا آه يعني بجد آه حقيقي شغلها تحفه جدا ربنا يوفقك يا رب آه ومشاهدين الكرام بكده يكون آه حلقتنا خلصت النهارده استنونا في حلقه جديده من روما شو الاسبوع الجاي ان شاء الله